حتى نعمة تسقي بلادنا وتعود بالنفع علينا وعلى ولادنا. السياقة فيها ماشي سهلة، بالأخص في البداية ديالها، حيث بسبب الزيوت اللي كتجمع طريق كتولي كتزلق. الحضار واجب، لازم نخفضوا السرعة، لأنه كل ما كانت كبيرة كل ما المسافة ديال التوقف كتزاد. خاصنا نتأكدوا من الحالة ديال الروايد والسويقلاص ونحضيو من القليصال. هاد المرة خرجت جرة سلمة، ولكن ماشي ديما كتخرج جرة سلمة. فوق الشتاء نزيد ونردو البال. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه الجولة الصحفية على قناتكم شوف تيفي. ونبدأ جولتنا بخبر أوردته جريدة الصباح يحمل عنوان التحقيق مع متهمة بتعذيب ابنها حتى الموت. وقالت الجريدة أحالت مصلحة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية بسلا على الوكيل العام للملك بالرباط أول أمس الخميس أما يشتبه في تورطها في تعذيب ابنها البالغ من العمر 18 شهرا حتى الموت. تفاصيل هذا الخبر تجدونه بعدد غد السبت والأحد من جريدة الصباح. وننتقل إلى جريدة المساء التي وضعت خبرا بعنوان صور انتحارية باريس تقود إلى اعتقال محام مغربي. وفي تفاصيل الخبر اعتقلت مصالح الشرطة القضائية بمدينة بني ملال محاميا تم التحقيق معه قبل عرضه على أنظار وكيل الملك ليتقرر وضعه تحت الحراسة النظرية في ملف له علاقة بتداعيات نشر صور نسبت إلى انتحارية باريس. تفاصيل أوفر تجدونها بيومية المساء في عدد غد السبت والأحد. ونختم جولتنا بجريدة الأحداث المغربية التي عنونت ملفها بفي الطريق إلى قرى منسية. وإلى التفاصيل، تختزن جبال الأطلس الكبير الأوسط مؤهلات طبيعية متفردة نادرا ما تشد إليها الرحال لصعوبة مساركها الجبلية وشدة انحدار ممراتها وفجاجها، مشكلة حزاما تحصينيا للروب الخضراء والغابات الغناء من عبث أيدي المتطفلين. وتتوارى في هذه الربوع المنسية من المغرب معالم سمات عالم آخر لا يمت بصلة إلى عصر التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة. التفاصيل تجدونها بجريدة الأحداث المغربية في عدد غد السبت والأحد. إلى هنا تنتهي جولتنا الصحفية، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.